نائبان أحمد لاري وخليل عبدالله ينقذان إقرار الخطتين الخمسية والسنوية في تصويت المداولة الثانية بعد امتناعهما في المداولة الأولى. تحت رعاية سمو الأمير وبحضور سمو ولي العهد، تكرم الفائزين بمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم بنسختها 18. الشعب الإيراني يحتفل بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وروحاني يؤكد أن الشعب الإيراني لن يخضع للضغوط ومساعد لإبرام اتفاق نووي يراعي حقوقه. هجوم كبير للجيش السوري بالتنسيق مع المقاومة في مثلث القنيطرة درعا، وريف دمشق يكسر مشروع الشريط الحدودي الإسرائيلي في الجولان. القوات العراقية تواصل تقدمها في الأنبار وصلاح الدين، وأهالي شرق معقوبة يعودون إليها بعد تحريرها بالكامل. اليمنيون يحيون الذكرى الرابعة للثورة بتزامن مع استمرار الحوار، وبعثات دبلوماسية غربية تغلق أبوابها بصنعاء، ومسلحو القاعدة يعلنون مبايعتهم لداعش.